اهلا بيكم في حلقه جديده من حكاوي المشاوي. النهارده عندنا وصفه مختلفه جدا، عندنا وصفه حلو وحادق، اللحمه الصيني. استنوني بعد الفاصل نعملها مع بعض. رجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده زي ما قلت لكم عندي حلقه مختلفه جدا، حلقه حلو وحادق، ازاي نعمل اللحمه بصوص حلو مع حادق. هقول لكم ازاي. من ضمنها التتبيله اللي بتعمل الطعم الحلو مع الحادق، السكر مع الصويا صوص، هو الطعم الصيني اللي هو بيسموه سويت اند ساور في كل وصفاتهم. هستخدم للحمة الصيني هستخدم نص كيلو بفتيك شرايح زي الفاهيتا او الشاورما كده، وهستخدم لتتبيلة اللحمة بس ملح وفلفل وعصير ليمونة، 2 معلقة صغيرة بودرة بصل ورشة زعتر، دي هتبل بيها اللحمة. بالنسبة للخضروات اللي هستخدمها، هستخدم جزر وهستخدم بصل وهستخدم فلفل رومي. هستخدم للصوص، هستخدم له بقى ده الطعم الحلو والحادق، هستخدم نص كيلو كريمة لباني للطهي، 2 معلقة صغيرة توم مفروم هنشوحهم مع الصوص، و4 معالق كبيرة صويا صوص، و1 معلقة صغيرة سكر. هو ده الميكس اللي احنا بنتكلم فيه في الوصفة، وده الأساسي. و1/4 كوب مية هندوبها بمعلقتين دقيق عشان نخلي الصوص سميك. هنقدمها مع رز بالبسلة والجزر. هقول لكم مقاديره بعد ما نتبل على طول اللحمة عشان ما تتلخبطوش. احط كده على طول بودرة البصل وبودرة الثوم والليمون والزعتر وشوية زيت صغيرين، ونحط ملح وفلفل بما اننا هنصدمها على طول دلوقتي، مش لسه هتاخد وقت معايا في التتبيلة. لو هتقعدوها برضو زي ما بنقول دايما، ما نحطش الملح غير لما نبقى خلاص جاهزين ان احنا نطبخ او نشوي. اقلب الاول التتبيلة وبعدين احط عليها اللحمة على طول. بودرة الثوم وبودرة البصل كلكعوا شوية، محتاج بس بأي مضرب كده أفكهم من بعض سريعا يعني. هنفكهم من بعض. هحط دلوقتي اللحمة كده، نبتدي ندخلها مع التتبيلة. تتبيلة سهلة قوي، مكوناتها موجودة في أي بيت. ليه حطينا تتبيله؟ ليه ما حطيناش ملح وفلفل وشوحناها على طول؟ لان دي وصفه غنيه، لازم نحط فيها فليفر او طعم تتبيل، طعم توابل معين يبقى هو السائد في الوصفه. الزعتر، وانا مش عايزه اشوح مع اللحمه ثوم، انا هشوح بس البصل معاها بعد ما تتصدم، فعشان كده حطيت بودره ثوم بديله للثوم الفريش، مش عايزه الثوم هو اللي ياخد الطعم عن الصوص. نحط شوية زيت ونسيبهم يسخنوا. في الوقت اللي هو بيسخن فيه هقول لكم مقادير الرز. هنستخدم للرز بالبسلة والجزر، هنستخدم له سمنة او زبدة او زيت اللي انتوا عايزينه من الدهون، وكوب رز وكوب مية. كوب رز عادي، لو هنستخدم كوب رز بسمتي هنستخدم 1.5 كوباية مية عشان هو بيشرب مية اكتر، وهنستخدم نص كوب بسلة وجزر مكعبات اللي هما بيبقوا نص سوا عشان ما ياخدوش معانا وقت كبير في التشويح، ورشة جوزة الطيب ورشة توم بودرة ورشة ملح وفلفل. هطلع فاصل يكون الزيت سخن معايا ونرجع نشوح اللحمة مع بعض. شكرا. ورجعت لكم بعد الفاصل، اهو الزيت سخن معايا، ابتدي انزل عليه لحمة اقدمها كده. انا عاملاها على درجة حرارة عالية، عايزة اديها وش وبعديها ابتدي اوطي للوسط عشان تستوي كويس. وقريدي هي متقطعة رفيع فمش هتاخد وقت في سواها. نعمل كده، نشيل الطبق ده. دلوقتي نبتدي نعمل الرز مع بعض. هحط شوية سمنة، ممكن تحط زيت او زبدة اللي انتوا حابينه. هي متاخدش وقت في السوا خالص، وهي وصفة مختلفة يعني، مش كل الناس بتعرف قوي طعم الحلو مع الحادق، السكر مع الصويا صوص. في ناس بتستغرب قوي طريقة الوصفات دي، مع اننا دايما حتى في الحلويات في الكيك بنيجي في الاخر لازم نرش رشة ملح كده، فدايما بنظبط الطعم نخليه مظبوط لما بنحط الحاجة وعكسها.
الوقت اللي هي بتتقلب فيه ده، بصوا بقيه التتبيله هتعمل صوص حلو قوي مع الصوص اللي احنا لسه هنعمله مع بعض. هحط البصل والجزر واخيرا خالص الفلفل، لان هو اسرع حاجه بتستوي معايا. اجيب حاجه بس امسك بيها الحله عشان ابتدت تسخن. واسيبها كده. دلوقتي بقى بالنسبه للرز بتاعي، ابتدي اشوح على طول الخضار. انا من الناس اللي عندي هسهس المعالق، ما بحبش استخدم نفس المعلقه لكل حاجه عشان ما فيش حاجه تاخد طعم الثانيه. تشويحه بسيطه قوي، ان هي اصلا نص سوا، واحنا دايما الخضار اللي بنحطه جوه الرز مش بنحبه يكون مهري عشان ما ينزلش ميه كتير ويبقى ناضج كده معانا طول الوصفه. احط دلوقتي عليه كوبايه الرز، الوصفه دي لازم تشتغل كده كلها مع بعض، يعني مش نعمل حاجه ونوقف بعدين نرجع، عشان هي يعني هي سريعه وما فيهاش مجهود كبير. وصفه متكامله فيها صوص وفيها رز وفيها خضار في الرز ولحمه، فهي ظريفه جدا يعني. دي بودره الثوم وجوزة الطيب، هيدي طعم حلو قوي للرز، احسن من ان انتوا تحطوا اكيد توم فريش في الرز. شوحها تشويحه بسيطه قوي زي اي رز بنعمله عادي، بس ضفنا له بس الخضار والبودره، بودره الثوم وجوزة الطيب. رش لهم ملح وفلفل. كده اللحمة مع بعض ابتدت تستوي. ابتدي اقدم دي كده. حطينا خضار وشوحناه، بعدين حطينا عليه الرز شوحناه، بعدين حطينا بودرة ثوم وجوزة الطيب ورشة ملح وفلفل، قلبناه كويس. بعد كل ده التشويح ده لما السمنة سخنت، دلوقتي هنعمل زي اي رز بنعمله، هنحط المية على نار عالية في الأول لحد ما يتشربها، بعدين نرجع نوطي أول ما يتشرب المية بتاعته. هسيبه كده، نشوف كده اللحمة مع بعض بقى. بصوا عايزين اللحمة تكون لونها كده لونها فاتح، مش عايزينها كأنها محروقة، وعايزين الخضار يفضل كده شرايح كده. لو رحتوا أي مطعم صيني هتلاقوه حتى لحد ما وصل ان هو يقدم لكم الوصفه دي الخضار بتاعها ماسك نفسه جدا. عشان كده حطيناه بالترتيب السوا، البصل الاول مع الجزر عشان هما بياخدوا وقت كبير، بعدين في الاخر خالص زي ما انا عملت دلوقتي هحط الفلفل الرومي. هحط زيت بسيط جدا، اشوح فيه التوم بتاع الصوص، واجيب مقادير الصوص كده قدامي، الصويا صوص والكريمه اللباني والسكر والدقيق المضروب اللي هيديني طعم، اللي هيديني سمك للصوص كويس جدا. ما اخدتش كل التوم بتاعي عشان مش عايزاه يبقى اجمد من طعم السكر والصويا صوص في الصويا في الصوص. نشوحه حاجه بسيطه، مش عايزاه يتحرق، ف خلينا كده واقفين عليه زي ما انا واقفه عليه اهو. اللي مش بيحب طعم التوم الفريش في الصوص ممكن يستبدله بتوم بودره عادي، اللي مش حابب طعم التوم اصلا ممكن يشيله، مفيش مشكله يعني، مش هو الاساس. الاساس عندي ان انتوا تحطوا السكر مع الصويا صوص عشان يدي الطعم الحلو مع الحاجه. نقلب كده، دلوقتي هصدمها بالكريمة اللباني. وبعدين بالصويا صوص.
هيبتدي بقى لونه يتحول لبني فاتح كده. عايزين دلوقتي السكر، بعدين واخيرا الحاجة اللي هتدي سمك للصوص بتاعي، المية المضروبة بالزيت. شوف الرز لسه ما شربش ميته، لما يتشرب ميته خالص هنوطي. لحمة شغالة تمام. ابتدي دلوقتي اقلب كده الصوص ده كويس قوي. هو ده بيبقى لونه، يعني ما تتخضوش ان هو اتحول للون بني كده، هو بيبقى لونه كده غامق شوية. زودوا شوية ملح وفلفل، يغلي غلوة واحدة وما بيبقاش سميك، مش صوص سميك زي صوص المكرونة الوايت صوص مثلا، بيبقى خفيف اكتر. يعني ابتدي دلوقتي احط ملح وفلفل، ما تزودوش قوي في الملح عشان الصويا صوص بيبقى حادق. ممكن دلوقتي الرز بدا يتشرب ميته، استبدل ده على نار اهدى ونقلل حرارته شويه. اول ما الصوص يبتدي يغلي كده نبتدي نحطه على اللحمة على طول. نقلب معاكم بقى اللحمة كويس عشان نديها غلوة مع الصوص، عشان يبقى طعمها طعم الصوص. نبتدي بقى نشوف هنقدم طبقنا ازاي. الرز بتاعي خلاص خلص، اخد منه فورمة رز، احط منه في النص الرز وعلى الجناب اللحمة. دي بقى وصفة يعني عايز تقدم مثلا مع خيار، مش مع نوع سلطة جامدة، يعني كرنب مثلا بالليمون، كابوتشي، علشان هي وصفة تقيلة شوية. صوص تخين ورز وخضار ولحمة فيها كل المكونات، يعني ممكن الأطفال يحبوها قوي. أغلبية الناس دلوقتي بدأوا يتجهوا ان ياكلوا سوشي، ياكلوا اللحم الصيني ده. زمان كنا مش بنحب الأطعمة المختلفة عن الطعم الشرقي بتاعنا، بس دلوقتي بما ان المطاعم كترت قوي فالناس بدأت تاخد على طعم الأطعمة المختلفة الصينية أو اليابانية، كل الأطعمة الجديدة دي. هنقلب الرز كده مع بعض. خلاص اللحمة جاهزة ان احنا نقدمها. بجيب حاجة اقدمها بيها، نشيل الرز كده، نبتدي ناخد من اللحمة نحط في الجناب بقى. فكرني بطاجن اللحمة بتاعنا، بس طبعا احنا ما بنعملش الصوص اللي جواه مكونات غريبة كده، بس هي بجد سهلة وبجد ما بتاخدش وقت خالص ومختلفة. نجيب بقى شوكة، ابتدي اعمل الصوص كده يدي معايا منظر. كده تكون خلصت وصفة اللحمة المشوية الصيني اللي بالسكر والصويا صوص. يا رب تكون عجبتكم وتستنوني في حلقة جديدة من حكاوي المشاوي. شكرا.